تتواصل فعالية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي يعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط بمشاركة عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب Soft Zero Nine لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة. كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك CBX الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية. كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة STX التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية. كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية. وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني. ونفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة، تضمنت عدداً من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار. كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو،
فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.